السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم في تطبيق إبداع تطريز مع مريم. كنت من إن شاء الله أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. إذا إن شاء الله هذا الفيديو هذا غادي يكون خاص للمبتدئات اللي بغاو يخدموا الخدمة هكا بحالنا بروات، أو لا ممكن تخدميها حتى في جلابة هكا تكون سليتها رقيقة تخدمي فيها غير بدوك الوريدات رقاق، أو لا ديك ديك الورده الكبيره اللي كتكون هكا في الجنب ديال الجلابه. انا هاد الشكل هذا خدمته هكا في هذا خدمته في كاش بلاطو او لا هادو سيبدات ديال بلاطوات. هذا الطريقه هذه خاصه للمبتدئات، يعني اللي بغات تخدم لراسها شي حاجه، يعني دائما يلاه بادية كتعلم وكتبغي تخدم. هنا استعملت فيها هاد الوردات هادو، هاد الورده خديتها هكا فيها هكا ثلاثه مجموعين، انا غير قطعتهم فرقتهم اليوم، تقديت شي طروام ديال العقيق وبنت لي هاد الورده وانا ناخذها بيت نخدم بها بحال هذا الشكل هذا. اذا هادو انا كنخدمهم ليا لراسي، يعني ما كنخدمهمش للناس، يعني كنخدمهم هكا للدار بحال هكا مناديل هكا ولا هكا ديال الكوزينه ولا شي حاجه هكا ديال البلاطوات، او المهم بحال هكا بحال هاد اولا يكون هكا الشكل ديال السريبتات. هادو كنحتاجهم حنا، اي سيده كتبغي بحال هاد النوع ديال السريبتات هكا يكونوا في دارها. خدمتها في الثوب، في الثوب غليظ، داك الثوب ديال الغوز لافي هو باش خدمتها. اذا انا قطعت هادوك الوردات وغادي نحطهم وزدت فيها غير دوك العريشات، يعني هاد العراشه هادو اللي خدمت دابا اللي كاينين اللي مرسومين على الثوب، هادو راه اي مبتدئه كتعرف ليهم. اذا هنا الطريقه باش خدمت هاد الورده هذا، ممكن المبتدئه تخدمو غير بالخياطه هنايا، يعني ممكن تخدمو غير بالخياطه كيما بغات. ممكن انا خدمتها بطريقه هكا ديال الطرز، واختاريت الخيط اللون بالضبط اللي غادي يجي ليا مع الورده باش تجيني لا فينيسيون ديال الخدمه باينه، يعني هكا الا شتيها من الفوق ما تبانش نهائيا واش هي ورده مشريه هكا ولا ورده يعني ابليك كتكون بحال الا، لان هكا خدمت لصقت هكا مزيان على الثوب. اذا غتشوفوا انا خدمتها الطريقه ديال الخطفه، والداخل ديال الورده عمرته بدقه بدقه باللون الصفر ديال هاني كنخدم هنايا بالخطفه، وكندور المرمه، يعني هذا اللي كل وحده وطريقه باش غتخدمها لانها ما كتبانش. اذا هذا الفيديو هذا فكرت فيه على حساب البنات اللي كيصيفطوا لي التعليم ديالهم هكا في الواتساب، وتيقولوا لي بانهم بغاو يبداو غير بلاطوات اولا سريبتات، يعني بغاو يديروا شي حاجه للدار، بغا دير شي حاجه لدارها. اذا هذه طريقه اختي الكريمه باش تخدمي شي حاجه زيني بها البيت ديالك، لان الحاجه هكا ملي كتخدمي شي حاجه هكا لدارك كتكون من صنعه ديال ايديك، يعني كتفرحي بها اكثر من اللي كتاخديها في السوق. اذا ان شاء الله كنشكر جميع المتتبعات اللي دائما كيشجعوني هكا باش نزيد ننزل فيديوهات، وكنرحب بالمشتركات الجديدات والاخوات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي يشتركوا في القناه ان شاء الله باش دائما يوصلهم الجديد. اذا ها انتم كتشوفوا هنايا، يعني عندك حريه الاختيار، بغيتي تخدمي ديري ابليك بالخياطه او لا ديريها هكا بالطرز. الطريقه هذه غادي تجي حتى في هكا في المخاد ولا في هكا ليزار ديال ليزار هكا ديال الناموسيه غادي تجي فيهم. وكاينين هاد الورده هذه كاينين في السقلي كاينين في الالوان، يعني فيهم اشكال كثيره. ملي كنخدم هاد الوراد كلهم كنديرهم ابليك، من بعد كندوز كنخدم هادوك العروش، كنختار اللون اللي تيكون عندي في الورده وكنخدم به. هنا خدمت باللون الخضر فاتح، هاني هنا خدمت غير عريشات عاديين. والطريقه باش فينيت انا الورقه، ماشي ضروري انك انت تفيني بها الورقه، انا اختاريت بانني بغيت نطرز ليها هكا الجنب ديالها
باش تكون ليا هكا مشدوده في الثوب بنفس اللون اللي عندي هكا في الورقه، باش ها انتم كتشوفوا هنايا الطريقه باش كنثبت هكا الورقات اللي خارجه من الورده. اذا كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا انه ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش في الاعجاب ديالكم باش نعرف بانني انا راه كنزل محتوى يعني كيستافدوا منه البنات. اذا هانتوما كتشوفوا اختاريت حتى الشكل ديال التعليفات، حتى هو غادي تخدموا بيه، غادي دخلتهم هكا في العريشات اللي خارجين من الورده. وكنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. اذا لنا لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.